الأحداث التي مرت بسوريا جميعها تتدخل فيها الدول الخارجية. الدول الخارجية تركيا بداية، روسيا، إيران، الدول هذه تتدخل في الشؤون السورية بشكل عام. والآن اللجنة الدستورية التي تشكل في سوريا يجب أن يكون المجتمع السوري أو الأهل أو الناس الموجودين في سوريا هم الذين يشاركون في هذه اللجنة، لكن نرى أن اللجنة الدستورية 30% من جغرافية سوريا هي بيد قوات سوريا الديمقراطية، لكن هم محرومين من المشاركة في هذه اللجنة الدستورية التي تشكل، وهذا ضد القوانين والأعراف الدولية جميعها، لأن الشعوب الموجودة في أي منطقة هم الذين يحددون ماذا يريد الشعب، كيف ستوضع لجنة دستورية، وهذه اللجنة الدستورية ستقرر الأشياء التي يجب أن تسير هنا في سوريا وفي الشمال السوري، والشعب السوري الموجود في الشمال السوري لم يشارك في هذه اللجنة. طبعا هذا مخالف للقوانين الدولية، مخالف للأعراف الدولية، مخالف لكل الأشياء، ونحن في الشمال السوري أيضا نرفض هذه الأشياء ونرفض اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها الآن والتي لم نشارك فيها بشكل عام. لذلك نعارض هذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا التصرف من كافة الأطراف التي شاركت في اللجنة الدستورية، من القوى التي نظمت، طبعا القوى التي نظمت هي تركيا وروسيا وبعض القوى الأخرى، وهذه لا علاقة لها بالدستور السوري. الدستور السوري الشعب السوري هم الذين ينظمون الدستور السوري، وهم الذين يشكلون الدستور السوري، وهم الذين مسؤولين عن هذه الأشياء، لكن هم غير موجودين وغير حاضرين في هذا اللجنة الدستورية التي ستوضع من أجل سوريا. تركيا هي التي نظمت هذا الشيء، ووافقت تركيا بالحضور في هذا المؤتمر، ووافقت إيران والدول الأخرى التي ليس لها علاقة بهذا الأمر، ورفضوا مشاركة الكرد أو مشاركة الشمال السوري في اللجنة الدستورية، رفضوا كل الأطياف التي لها علاقة بالدستور السوري، وشاركوا الدولة التركية، روسيا، إيران، الدول الأخرى. طبعا هذا مخالف للقوانين الدولية، مخالف للأعراف الدولية، ومخالف لكل القيم والمبادئ الإنسانية التي تبنى عليها القوانين. القوانين توضع بمشاركة الشعب، الشعب الموجود في المنطقة هم الذين يضعون هذه القوانين وهذه الأعراف. الدستور السوري يجب أن توضع بموافقة الشعب السوري، والشمال السوري جزء من الشعب السوري الموجود في سوريا. لا يتم الاعتراف بهذا الدستور من الشمال السوري ونحن نرفض هذه الدستور وهذا الدستور الذي يوضع، لأن 30% من الشعب السوري لا يشارك في هذا الدستور. نرفض هذا الدستور ونرفض قبول هذا الدستور، وهذا الدستور ولد ميتا. الدستور السوري يجب أن تشارك فيه جميع الأطياف، جميع فئات الشعب الموجودين في سوريا يجب أن يشاركوا في هذا الدستور، وهذا في ذاك الوقت يكون الدستور معترف فيه، ونحن أيضا نعترف بهذا الدستور.